حظيت بفرصة عظيمة جدا وهي دخولك إلى الكعبة المشرفة. يعني هذه نعمة حقيقة تغبط عليها، وممكن العديد من المشاهدين يتطلع إلى معرفة أسرار هذه التجربة. هذه كانت من بركات المذاكرة. يا سلام. يعني ما راح أقول لك الآن دخولا، لكن أنا بتكلم على أول مرة أنا دخلت الكعبة تقريبا تحديدا وأنا سنة ثانية متوسط، يعني قبل كم سنة. طيب خلاص هم يحسبون يعني. طيب قالوا والله احنا قاعدين نذاكر، وبعدين في احد ناخذ لنا السبع النطوف نطالع الا والله فتحوا الباب. ايش في؟ قالوا والله اللي يبغى يدخل الكعبة الان بطاقات وواسطة ويا الله تدخل شيء يعني مهول. المهم انا واثنين معايا حطوا الدرج السلم الخشبي هذا، واحنا وقتها صغار طبعا، في ناس داخلين مشايخ علية القوم، احنا من بينهم، يمكن ما حد شافنا كمان، انا واثنين معايا من الزملاء الله يذكرهم. هذا في عمر في المتوسط 14 اي احسن 13 14 والله حبيبي. ودخلنا على طول الكعبه. يا سلام. دحين اقوم اسال زميلي انا وياه نسال معه، طيب فين القبله؟ نبغى نصلي. فين نصلي؟ اي مكان في اي؟ طيب انا الحين انت تصور داخل الكعبه كيف يعني كيف بتصلي؟ لحظه، انت ايش المنظر اللي كنت تشوفه داخل الكعبه؟ اي دحين اقول لك عليه. رقم واحد الصلاه، فقلنا ايش نسوي اختصارا للوقت، لانه صار يقول يا اخوان صلوا يلا بسرعه، فعلى كل جهه صلينا ركعتين. كان في ثقافه سمعناها طبعا هي خاطئه، ثقافه غير قالوا اللي يدخل الكعبه حاجتين لا يسويها، لا يطالع فوق، واذا خرج لا يحكي الشاف. طيب ليه؟ قال لا ما يصير، ما ادري يعني، هو طبعا ليس له اصل. فاحنا من باب العناد نصلي ونطالع، نبغى يعني نطالع ايش في فوق. طبعا كانت الكعبه في ذلك الوقت الجدران مش شايفين الجدران، لانه كان في ستائر. يعني كل لباس الكعبه بالداخل اسف الجدران كلها ستائر. اذكر كان وقتها الستائر بيضاء الى بيج، ستائر كامله، بحيث انا اعتقد انه على اساس لا حد يقعد يتمسح في الجدران. وفي الوسط كان في اشبه ما يكون بالقناديل، قناديل اثريه قديمه، كانت معطيه منظر مره حلو في ذلك الوقت. فكنا مستمتعين، عارف، واحنا في ذاك السن اقدر اقول لك ما كان عندنا ذاك الوعي الروحاني والايماني، بس انا لازلت اذا تذكرت ذاك المكان اي والله يعني مكان. تصور يا استاذ عبد الوهاب ما كان ودنا نخرج، احنا عاد صغار تروح كذا يا اخوان، يبدون الاخوه المسؤولين عشان تجي دفعه ثانيه يخرجون، يمكن انا وزملائي اخر اشخاص خرجنا من الكعبه من ذاك من تلك الدفعه يعني. خرجنا استمتعنا بشكل غير طبعا. لما رجعنا البيت تعال شوف حكينا زملائنا وحكينا يعني ظفرنا بشيء لم يظفر به كثير من الناس. اي أيوة والله نعمه، فهي حقيقه حاجه جدا يعني شيء يعني جميل جدا. وددت لك الله يسعدك. انا كنت اتمنى لو كان في الجوالات وقتها بالكاميرا كانت تقعد تصور وترسل. لا بس يعني لو يعني مع مرور الزمن ما فكرت انك يعني مره ثانيه تحاول؟ انا اقدر اقول لك وبصدق هو يعني فيه، بس انت عارف طبعا الان لانه الاعداد، وهي مرتين في السنه احيانا تفتح الكعبه، انت لو تشوف شيء مهول قاسي وداني زحام، وبعدين تعرف النظام الجديد بطاقات وتصاريح معينه للنواحي الامنيه اللي يعني تعرف لما كثر الناس وبعض المخالفات اللي بتصير، فصار في شيء من العنت.